بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الذكرى 226 لتأسيس مدينة أوديسا، أتقدم بالتهاني والتبريكات لعمدة مدينة أوديسا ولمجلسها المحترم ولكافة ساكنتها، وأتمنى لهم إن شاء الله مزيدا من الرقي والتقدم والتميز والانتصار على كل القضايا والمشكلات التي تطرح على مدننا. كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بشكري الجزيل لعمدة المدينة ولمجلسها الموقر لدعوتها لمدينة مراكش للحضور في هذه الذكرى العزيزة، لأقول لهم مزيدا إن شاء الله من التوفيق ومن السداد ومن النجاح، ومزيدا لنا جميعا من توطيد عرى الأخوة وعرى الاتفاق بين مدينة أوديسا ومدينة مراكش. فكل عام وأنتم بألف خير.